مساء الخير عليكم، انا دكتور محمود خليل. حابب اوريكم في الفيديو ده سامبل تريننج لاكزام اون مودل عشان الطلبه تعرف ازاي تخش وتتعامل مع الامتحان، وهو محطوط عليه سيستم اسمه سيف اكزام براوزر عشان يعمل كنترولنج على الانفايرمنت بتاعت الاكزام. مبدئيا الطالب الفيو اللي قدامك دي فيو ستودنت فيو، زي ما احنا شايفين هنا student view، فبيخش على السامبل موديل اكزام، هيطلع له ثلاثه اوبشن اللي هم داونلود سيف براوزر ولانش سيف براوزر وداونلود كونفيجريشن. لو هو ما عملش داونلود الطالب قبل كده للسيف اكزام براوزر فلازم يعمل داونلود، فبيدوس عليها. لو هو كده لسه ما دخلش الامتحان، كل ده مش محسوب من وقته لسه، فطبعا حسب السيستم بتاعك سواء كان ويندوز او ماك اعطيك السيستم الفيرجنز اللي موجوده. خلاص انا هنزل السيف براوزر بتاع الماك. ماك او اس. طبعا قايل لي هنا your download will start shortly. فطلب مني اعمل داونلود للسيف اكزام براوزر، بنزله على السيستم بتاعي. بنزله، بدأ ينزل. طبعا أكيد لو ويندوز الوضع هيبقى مختلف شوية. كده نزل هو السيف اكزام براوزر، وقلنا لو ويندوز الوضع هيبقى مختلف في السيت اب شويه. ويندوز طبعا بنكمل السيت اب. كده هنلاقي المفروض نزل سيف اكزام براوزر اهو قدامنا. اوكي، نرجع تاني للموديل. رجعنا تاني للموديل، هنلاحظ ادي السامبل تريننج اكزام اون موديل، ادي الانستراكشر بتاع الترايل دوت. هنلاقي هنا في حاجه مهمه هنتكلم عليها في اخر الفيديو ده، سيف اكزام براوزر كويت باسورد، اللي هي في الحاله دي انا كاتبها log me out، ودي مهمه قوي. الباسورد هنعرف فائدتها في اخر الفيديو ده. بتخش تاني على الكويز وتبدا، ما تعملش بقى داونلود للكونفيجريشن، لا بتستارت الاتمت بتاعتك، بتبدا تعمل الاتمت وبتبدا تعمل الكويز بتاعك. لاحظ ان كل الوقت اللي فات ده مش محسوب من الكويز بتاعك، بيتحسب اول ما بتخش على الانفايرمنت بتاعت الكويز. في حاجة مهمة كمان، أول ما بتخش تبدأ الأتمت بتاعك هو بيطلب منك اليوزر نيم والباسورد بتاعك اللي ريجولري أنت بتستخدمه عشان تخش على الموديل، ومش هيدخلك إلا باليوزر نيم والباسورد بتاعك. كده بعد ما عملت اللوجن على طول بيبدأ يظهر أول سؤال في الكويز. هنلاحظ الصفحة باينة، مفيش باين فيها غير صفحة الكويز. بتختار الإجابة بتاعتك، ده سؤال بس بسيط عشان الترايل. تبدأ تختار الإجابة بتاعتك، لاحظ هنا عدد الأسئلة، لاحظ هنا في زي سويتش أوف باتن. السويتش أوف باتن ده ما بتقربش منه إلا في آخر الكويز، وده اللي بيطلعك من السيف اكزام براوزر. بعد ما بتجاوب على سؤالك بتدوس على نيكست بيج، بتروح نيكست بيج، ادي سؤال تاني مثال يعني كومبليت،
السؤال التاني ده بتجاوبه بتدوس next، بتروح للسؤال التالت، وده نوعية تانية من الأسئلة زي الماتش، تعمل ماتشنج ما بين إجابات وكلمة وأسئلة، فبتحاول تعمل الماتش، بتختار من الدروب داون مينيو اللي متوافق مع اللي موجود في السؤال. زي هنا مثلا مصر اخترنا فريق الأهلي، اخترنا هنا سبين برشلونة، جيرماني هنختار بايرن. في الترايل ده انت بتجرب شوف، وبعد كده بعد ما بتخلص الثلاث أسئلة فبتبدأ تدوس فينيش اتمت، بتدوس على فينيش اتمت، ده واضح السؤال خلاص اتحل، فبتدوس على فينيش اتمت، بيطلع لك المنظر اللي قدامك ده، بتعمل سبميت اول اند فينيش. انت كل ده لسه داخل في الانفايرمنت بتاعت السيف اكزام براوزر، اللي هي مش هتخليك تقدر تطلع بره الانفايرمنت دي الا ما تخلص الامتحان، مش هتقدر تروح للبراوزر ولا تدور ولا تعمل. بعد كده بعد ما سبميت بيطلع لك عرض للاسئله واجاباتها، انت مش هتقدر تعدل فيها، عرض الاسئله واجاباتها عشان تتاكد بس ان كله محلول. بتدوس على فينيش ريفيو، فينيش ريفيو، خلاص ادي بقيه الاسئله، موريك الوقت اللي انت خلصته وكل الكلام ده كله قد ايه استهلكت وقت. نيجي هنا بتجي لك الصفحه دي، انت لسه جوه السيف اكزام براوزر انفايرمنت، بتيجي الموقف دوت، بتبدا مهمه قوي هنا بقى ان انت خلصت وطلعت للصفحه ديت، بتبدا تروح للسويتش اوف باتن. هنا لما تدوس على السويتش اوف باتن هنا في سيفتي محطوط عشان حتى ما تدوس عليه باي ميستيك او بالخطا، خلاص السيفتي المحطوط دوت بيبقى عن طريق ان انت لما بتدوس على يعني كمثال لو دوست عليه بالخطا، طبعا قبل الكلام ده هو بيقول لك سبميت اول وبيعمل لك كونفورميشن سبميت اول بيفور فينيش، خلاص قبل ما تدوس على السويتش اوف باتن بتاع السيف براوزر، خلاص. طيب بيطلع لك هنا بقى باسورد، الباسورد دي المفروض بتبقى انت عارفها، بنقول لك عليها، والباسورد دي بتحطها عشان تمنعك ان انت تطلع باي اكسيدنت لو دوست على الزرار اللي هو بتاع السويتش اوف باتن، لان لو دوست عليه السويتش اوف باتن باي اكسيدنت هتطلع من السيف اكزام براوزر، وبالتالي مش الامتحان هيخلص. فبالتالي انت لما بتدوس على سويتش اوف باتن بيطلع لك الباسورد، والباسورد بتبقى مكتوبه في الانستراكشن بتاعت الاكزامز، بتكتب الباسورد وتدوس اوكي، فتلاقي نفسك طلعت خلاص، اختفى السيف اكزام براوزر وطلعت للصفحه الرئيسيه، وبتدوس باك تو كورس، فبتروح جاي راجع للكورس تاني. وبكده ده السامبل تيست ازاي تقدر تمشي فيه عشان تفهم نظام الانفايرمنت بتاع الامتحان.